ولماذا كان الغلو في الصالحين سببا رئيسيا في كفر بني آدم؟ الجواب: لأن الصالحين تألفهم وتحبهم القلوب، فيأتي الشيطان ويصور لهم هذه المحبة بصورة الغلو المفضية إلى رفعتهم فوق منزلتهم، فإنه صور هذه المحبة التي في قلوب الناس لهؤلاء الصالحين بصورة غير الصورة الحقيقية، فزادوا في هذه المحبة إلى أن بلغوا هؤلاء وأوصلوهم منزلة الكفر